هذا أنا سومبو وهذا زازا. رايحين نزوروا عديد من الدول المتجهين إلى جنوب إفريقيا بالدراجة الهوائية. رايحين نزوروا عديد من الدول، حوالي 25 دولة متجهوا إلى جنوب إفريقيا، ومن جنوب إفريقيا إلى مصر ثم الدخول إلى السعودية إلى كتب ربي إن شاء الله. بوان 0 كيلومتر باش ندير الفواياج تاع لافريك انا وزازا كما على بالكم. البوان تاع 0 كيلومتر ديبار تاعها اللي هو ها هو اللي دوزيام فوا رايح ندير ديمارات هذا اللي هي هاي وينا 0 كيلومتر لا غروند كوست. انا وزازا كما على بالكم راني فاني ملونسيها نورمالمون في انستغرام، الناس اللي تبع فيها راه على بالها واش راني نخدم واش راني كنت ندير. هذه مدة طويلة وانا نحوس على البياس ونشري ونشوف الماتريال المليح اللي يساعدني في هذا الفواياج، براسك لميت كاع واش نسحى. هيك تكون كاين كيما هاك الماتريال ياسر تتلف لك ما تعرفش تشري دير حالك تشوف واش هاني بالكاسك. الكاسك مازال ما نحيتوش تاع الموتيل فتلي واش نشري مازال خاصني هاني دو القرعه تاع الكاس هذا انت ربع حبات شكون اللي جبنا من ستوك واحده فور كلاز تقاشر ندو واحد الطبعه كيما ها اي اربع حبات ملاح هذون تاع رقاد برك تقدر تاع ترقد بيهم برك. نزيدو ندو هذون جوج بياسات بانو سولار هذا لي نيسيسار هذا لي لازم لي نديه هذا تاع دو بانو ما نديهش نزيد نزيد 400 ألف نديه هذا مليح شارجي كدو باور بانك واحسن. هذه تاع المستقبل مي هذه قال لك سمانتان برك وخلاص 3 سمان تنحات لها مليحه تاع لومب تاع انا في الديبار كيما راكم تشوفوا خلاص البارح بتنا هنايا في دار زازا ودركا رانا صباح مديمارين. شوف السلامة تاعو تقول رايح رايح الالجي سونتر يعاود يقول لي بالسلامة رايح هو على 4 سنين ولا 5 والله صح بالسلامة افريقيا راه ديمارات منها راك عارفها بسم الله.
يعني تصبحوا بخير. صباح الخير والله. راكم تشوفوا من الصباح رانا ديكون بلو ولكن خلاص ديما راج ديما راني ما قدرت نصور لكم من ديما ومي هذه هي ياسر كيف تحب ندير زعما نجيب فيلو ونجيب معاكم ولا ها مانيش كيما نتوما فيلو واش من لامارك سيما ما نجيبش فيلو ولا لامارك جياس بهم جياس هي واش مو هذاك الروتيار روتيار لا 1200 جياس واحد هكاك ولي حبيبي يا خويا ان شاء الله ان شاء الله فيك يقول لك روحوا انتم ما كنتوا زعما كان راهي جيت معاكم يا فريك بياس تاع الفيلو كيما راكم تشوفوا هذا مع ها هي دي راهي هذيك لا خوش ما خالو تاع الحمار نشوف بلا اسكو عندي بلاطون نزيد نبدل واحد اخر ندير 48 تاع 5 ماشي كيما هذا تاع 4 ونخرجوا من بليده ان شاء الله اني مقاري هنايا زنبوها هنا نشوف واش راه ناقصنا بياس شنو هي ناقصنا بياس خفيف ماهوش حاجه وندي ما ننتكلوا على ربي ان شاء الله. حاليا طالعين من طريق جديده جو انا بازيلي على الجو كيفاش راه داير جو خرافي. واش رايك في الجو؟ لازم ايه يا راه بادي طلعه معنا من درك مش عارف لا ما تبانش الكاميرا مي صح راح يطلع تكتر يا مي جو انا ما ليش حات مع الطلعه ولا الهبطه جو راه عجبني كيفاش راه داير شوفوا المنظر هذا ايوا من بعد بس نروبوزو زنبو دخل على الحميص مازال مش هذا الفطور زنبو مش هذا هو الفطور مازال كيما راه عليه في الهريسه وغينا راه ما خلاش انا في البداية رانا رايح نتمشاو وصلنا بعد معاناة طويلة تسمى طلعة تمدية سفرينا شوية فيها ومع الكحول اللي رانا راكبينه وصلنا راح نسوى معاك فانتا انا في البداية راني تعبان مية نركضو غدوة نفيلميو لكم واش راه صاري والله نشوفها في الحلقة الجاية سلام. بسم الله ديما رانا نروحو لهنا صوت الأخرى الله يحفظك يعطيك الصحة الصحة يا شيخ آمين الله يسلمك تنبحو تريك العافية وبيتك صباح النور في المنديا رانا رايحين للحانوت تاع السيد اللي كنا بايتين عندو البارح قال لك راني موجد لكم واحد الحاجه فما روحي تشوفوا صافي بليزير نروحو نشوفو واش راه وجدنا و هذه هي هذه ما نسحقوهاش دقيقه برك هذه ما نسحقوهاش هذه قال هذه نسحقوها نسحقو غير الزومبو زازا لا زازا مش راح دير مش راح دير ياك اي خلاص دير هذو زوج برك هذو قامحين ايه خلاص خلاص لا
تردينهم بلي كولر اللوغو والاخرى ولا ديرها كلش كولر وحده هي كولر وحده فاني كولر وحده مليح تو واش من كوفي راه الراكليت هذيك هي هذه خشتها ها تاعها ايوه درك وقت الصح درك انا هبطوا الهبطه اللي كنا طالعينها اليوم هبطه كاس لا فيتاس من قبل مشاتها مشات فيها قريب 90 براسك مش اليوم بالك مع القرش هذا والباجاج ياسر خاطرش مره اللي فات كنت فيد بالك 70 بالك 80 والله ما على بالي الا قدرت نصورها نصورها الا ما قدرتش ما نصورها يا في الحقيقه استوقفني واحد المنظر وحبيت نوريه لكم منظر تاع الجبل كيفاش راه المنظر دايره السحاب كيفاش راه سيرتو ديك كاينه واحد الحاجه اللي كاع هي الكبيره اللي فيهم هي هذا الانسان اللي راه يخدم في الارض هذا والله منظر خرافي خرافي نعم انها الجزائر كما راكم تشوفوا متوجهين الى قصر البخاري هذه راه كاينه في يسمى من احسن طرق عندي هي طريق المدية بطلعاتها وبغطاتها وبسماتها وبردها يا في الحقيقة استوقفني واحد المنظر وحبيت نوريه لكم منظر تاع الجبل كيفاش راه المنظر دايره السحاب كيفاش راه سيرتو ديك البلاك كاينه واحد الحاجه اللي كاع هي الكبيره اللي فيهم هي هذا الانسان اللي راه يخدم في الارض هذا والله منظر خرافي خرافي نعم انها الجزائر كما راكم تشوفوا